وانا قاعد في قاعده قالوا لي على قصه راجل اتدفن ووراه مصيبه كبيره. قلت لهم ايه ده مصيبه؟ قالوا لي ايوه، الراجل ده مات في 22 فبراير سنه 2019 وشهاده وفاته كانت في بورسعيد. اسمه طه الامام الشافعي غزاله، لكنه من مدينه المنزله. قلت طب ايه المصيبه اللي ممكن تبقى وراه وهو راجل كبير في السن كده وكان ميت وهو عنده 61 سنة؟ وقررت أعمل المحظور وانزل قبره. ما هو الكفن ملوش جيوب، وعاوز أكشف إيه الأسرار اللي خباها بموته. وخدت الميكروباص ورحت البورسعيد، وأنا في الطريق قعدت أفكر يا ترى هلاقي إيه. وفعلا رحت على الجبانة القديمة وبقيت أدور على اسمه بين القبور. كل قبر أدور على اسمه مش لاقيه، يا ترى راح فين؟ يا ترى هو مدفون فين؟ قالوا لي يبقى مدفون في مدينة المنزلة. خدت الميكروباص ورحت على مدينة المنزلة، وهناك لقيت جثمانه وقررت أنقله لكم في الاستوديو. يبقى أول لقاء إعلامي وحوار مع جثة. هتقولوا لي بحضر أرواح؟ هقول لكم هي دي المفاجأة. المحظور مع عماد يسري. الله يرحمك يا عم طه، يعني سيرتك انا سمعت عنها كتير في مدينه المنزله، بس ما اعرفش ايه المصايب اللي كانت وراك. الرحمه بتجوز على الحي والميت. طبعا الرحمه بتجوز على الحي والميت، لكن طمنا دلوقتي، يعني 3 سنين وانت مفارق الحياه. والله الدنيا انا في عذاب، في عذاب شديد بقالي سنه. ما عذاب يعني ايه؟ واضح ان انت كنت عامل حاجه في الدنيا فانت بتتعذب دلوقتي ولا ايه؟ والله احنا ما عملنا حاجه وحشه في الدنيا. ما عملتش حاجه وحشه، لكنك يعني بتقول اللي انت في عذاب، ما انت دلوقتي بتتحاسب بين ايدين ربنا. انا في الدنيا دلوقتي بتحاسب. في الدنيا بتتحاسب؟ الدنيا ايه؟ ما هي الدنيا يعني الحياة التانية. الدنيا اللي احنا فيها حاليا. هو انت مش عاجبك الموتة ولا ايه؟ ما هي شهادة الوفاء اهي، يعني انت عندك مشوار في الدنيا عاوز تعمله وترجع تموت تاني ولا ايه؟ يعني انت يا استاذ عماد مش مصدقني بان انا موجود وعلى قيد الحياة، ومصدق شهادة الوفاة اللي طلع وانا ما زلت موجود على قيد الحياة؟ حي ارزق، حي ترزق وموجودة على قيد الحياة. أنا طه الإمام الشافعي غزالة، أنا حي أرزق، لسه ربنا ما أردش بوفاتي. مفاجأة مش كده؟ طه الإمام الشافعي غزالة من مدينة المنزلة محافظة الدقهلية، شغال ترزي على باب الله، بيشتغل في السن ده عشان يجيب لقمة عيشه. أصدقائه ما صدقوش اللي حصل له ده. لأن ماشي خطأ، لأن ما دام في طبيب وفي كشف ويعني وفي شهادة وفي تصريح دبل وفي وفاة، يبقى أكيد في حاجة مغطينا بمطهد، في موضوع تم غير صحيح. جت ازاي دي؟ ما تعرفش لسه يعني القصة وراها ايه. واحد حي يرزق ويطلع له شهادة وفاة، طبعا دي مفاجأة على الناس كلها. وحتى أخوه نفسه مصدوم في اللي حصل ده. يعني دي شهادة وفاة أخوي، أمسكها ازاي وتبقى في إيدي ازاي الشهادة وهو قاعد قدام مني حي يرزق على قد الحياة؟ تبقى ازاي؟ عم طه عيلته جميلة بسيطة، عايش حاليا مع زوجته ومع بنته اللي لسه ما اتجوزتش، لان عنده بنت اتجوزت خلفت، يعني هو جد. زوجته مصدومة في اللي حصل ده. بالنسبة لي جوزي طبعا وابو بناتي، انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عملها، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل اللي يضرنا في اي شيء، لان احنا ولا لنا دعوه باي حاجه، ولا بنضر حد ولا بنأذي حد. انا بعلم الولاد دايما في المدرسه الاخلاص والتقوى. اكيد الورقه الفرحه اتاخدت من بيتي بالورقه ده اهي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عامله في اللي عامله. بيقولوا له جوزك احتيا ولا لسه، جوزك صحه ولا لسه، اي احسان جوزك صحه ولا لسه كده. طبعا الورق يبقى قاعده مع راجل غريب. اصعب كلمه إن زوجة تقول إنها ممكن تكون عايشة مع راجل غريب. زوجتك كسرتك بالجملة دي؟ لا، ولا الواقع لا اللي كسرك؟ لا مش زوجتي اللي كسرتني، الواقع اللي أنا فيه هو اللي كسرني. الواقع اللي أنا فيه بقى إن أنا يبقى معايا شهادة وفاة وماشي بشهادة وفاة وعايش مع زوجة بقالي ثلاث سنين. دلوقتي لو بنت حضرتك جالها عريس هتقدر تجوزها؟ لا طبعا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ أجوزها بإيه؟ أجوزها بشهادة وفاة طالعة ليا؟ واجوزها ببطاقه منتهيه؟ لو حصل قدر الله وتوفيت حاليا هيدفنوك ازاي؟ مش هندفن،
مش هتندفن؟ هيرموني في الشارع لمعرفة لأي حيوان يا كل. شهادة الوفاة هتطلع بالبطاقة، البطاقة منتهية، وشهادة وفاة اندفن ازاي؟ حاجة من الاثنين، لا يرموني لأي حاجة تاكلني في الشارع، أي حيوان ياكلني في الشارع، لا يرموني في تلاجة. لما عملت حالة بحث عن هل عم طه هو الحالة الوحيدة اللي حصل لها ده، لقيت ان في 2021 ثلاث حالات اتعمل لهم شهادة وفاة، منهم أب فوجئ ان ولاده عملوا له شهادة وفاة عشان ياخدوا فلوسه وهو حي يرزق، منهم ان برضه شخص فوجئ ان اخواته عملوا له شهادة وفاة عشان ياخدوا ورثه، وكمان منهم موظف غلبان في محافظة الغربية رايح يقبض معاشه زي اهالينا الطيبين، قالوا له انت معاشك اتوقف لان انت طالع لك شهادة وفاة. ده كان في سنة 2021، اما لو رجعنا ورا كمان هنلاقي ان حصلت كتير، منها مثلا واحد عمل لابن عمه في مرة بوليس التأمين ب20 مليون جنيه، وراح بعديها بشهرين طلع له شهادة وفاة وراح يقبضها، قال له مصر ابن عمي مات وعاوز اقبضها، اما دوروا عليه لقوه انه هو كذاب وكشفوا الجريمة. وكمان في مرة واحد عمل لمراته شهادة وفاة عشان يقبض مكافأة نهاية الخدمة ويقسمها هو وهي، وحالات كتير جدا جدا جدا. يعني الموضوع قديم، يعني المحظور اللي احنا نعمل شهادة وفاة الإنسان حي بيتعامل ومسموح بيه، مسموح بيه من خلال يعني مش هقول دكاترة ان عدم ضميرهم ومات، وموظفين في مكاتب الصحة ان عدم ضميرهم وماتوا. لازم المحظور ده نفعله بشكل اقوى من كده عشان النفوس المعدومة ضميرها دي. شهادة الوفاة طلع لعم طه من بورسعيد وهو عايش في المنزلة ومالوش اي علاقة بمدينة بورسعيد ولا ليه اي قرايب هناك. في 2019 اما عم طه راح مدينة بورسعيد يشتغل هناك، وكان معه ورقه شهادة الميلاد ومعه صورة البطاقة زي اي ورق انسان، وادال كذا شخص هو عارفهم، واشتغل هناك في مصنع في منطقة الاستثمار في بورسعيد، وقعد في المصنع شهر بالظبط. وخدوا بالكم التاريخ بتاع وفاته كان اثناء ما كان شغال في المصنع في 22 فبراير. يا ترى ايه اللي حصل من ساعة ما حد خد ورقه عمل بيه شيء لغاية اما عملوا له الوفاة في 22 فبراير؟ خدوا بالكم لو تلاحظوا ان اسم الام مكتوب في شهادة الوفاة، ومعنى كده ان جابوا اسم الام من شهادة الميلاد، لان ما حدش يعرف اسم الام من صورة البطاقة طبعا. هل ده ليه علاقة بقضية قديمة كانت موجودة ببورسعيد اما كانت في ناس بتكتب بأسماء ناس حاجات في المستخلصات الجمركية والشركات، ولا حد استغل اسمه في حاجة معينة ودخل أو هرب فلوس معينة واستغلوا اسمه فيها؟ طبعا دي جهات التحقيق أكيد هتفصل في ده، لكن الأهم عم طه من ساعة ما اكتشف ده من سنة حاليا وهو مش على قيد الحياة، وبطاقته هتنتهي في شهر فبراير 2022. وقبل بطاقته ما تنتهي هو محتاج بطاقة التموين اللي كانت بتفيده بحاجاتها البسيطة ويقدر يعيش بيها مع أسرته. دموع عم طه خلصت كل الكلام ورجع للمنزلة لعيلته وناسه وصحابه وجيرانه والكل اللي بيحبوه، لكن مستني حد ينقذه ويرجعه للحياة تاني. يا ترى كم واحد ممكن يكتشف فجأة ان معمول له شهادة وفاة؟ يا ترى لغاية امتى هيفضل مسموح لضمير ميت ان يطلع شهادة وفاة لحد، سواء دكتور في مكاتب الصحة او موظفين؟ واتمنى ان يبقى فيه شيء يخوفهم انهم يعملوا كده، لكن احنا مستنيين جهات التحقيق انها تحقق في الواقع وتكشف لنا اللي حصل في شهادة وفاة عم طه الإمام الشافعي غزالة وهو أمامنا حي يرزق. كل التحية.